السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخواتي، أقدم لكم مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، 28 صفر 1446، من قناتي أنا وحياتي كل شهر وكل لحظة وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. مواقيت الصلاة على القاهرة: الفجر في 5:02، الشروق في 6:32، يؤذن الظهر اليوم على مدينة القاهرة في 12:25، يؤذن العصر اليوم على مدينة القاهرة في 4:29، يؤذن المغرب اليوم في 7:17، تؤذن العشاء اليوم في 8:37. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. بشكر حضراتكم، بتمنى لكم كل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.